اذهب الى البارتيات والى الرقص والغناء وناتي بعد ذلك نقول لماذا نحن كئيبون حزينون، فاننا لاوقات سفله. ماذا اذا انت كئيب لا تذهب الى البارتي؟ لماذا اذا انت كئيب اذهب الى المسجد؟ اركع الى ربك وسترى الكآبة تذهب وسترى الحزن يذهب. سافل وغل تبلك انطلق، لا تتوقف هكذا وتقول انا كئيب. ستكأب دامك لا تذهب الى المسجد. في ايه تبر قلبي؟